في بداية جولتنا الإخبارية، تحتفي أمانة الحسا بكل سنة بتفعيل سوق القيصرية التاريخي بإحياء المنطقة بالفعاليات وبقصصه التاريخية للحفاظ على إرثه، حيث تجسد بإحدى الفعاليات المصاحبة مشهد تاريخي يحاكي قصة احتراقه اللي حدثت منذ أكثر من 20 سنة. تفاصيل أكثر نقلها لنا زميلتنا البتول الشهري في التقرير التالي، خلونا نتابع. تلقينا الخبر حريق القيصرية تقريبا أكثر من 20 سنة، كانت مفاجأة لأهل الأحساء بالكامل. القيصرية بعمقها التاريخي يحصل فيها حريق، اللي عندهم محلات أو اللي ما عندهم محلات هرعوا الجميع إلى مكان الحريق. القيصرية كان حريق كبير جدا، تضرر يعني الكثير ماديا، بضائع، لم يبقى أي شيء. حزن شديد طبعا. الغالبية الموجودين في المحلات كانوا من كبار السن، أبائنا، وكانوا مرتبطين ارتباط كبير بالسوق. تصور أن يحترق المكان اللي هم عايشين فيه. البلدية مشكورة أمنت لنا محلات في سوق الخضرة إلى أن رجعت القصرية على مكانها، والحمد لله رب العالمين. القصرية هي جهتين، القصرية الشمالية والجنوبية. إحنا القصرية الجنوبية ما جاها حريق، جاء الحريق في الشمالية، والفضل يرجع إلى الدفاع المدني لأن طوق الحريق حتى لا ينتشر. ما قصرت الأمانة الأحساء في عمل الفعاليات. يمكن ثاني موسم يعملون الفعالية، تقريبا تأخذ لها يمكن شهرين. صارت جاذبة بشكل كبير للسكان الأحساء وللسياح اللي يجون من خارج المنطقة. تكاتفت الجهود لإعادة الإعمار بالمواد التقليدية من البيئة، وحين ذاك تولت أمانة الأحساء بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عملية إعادة الإعمار بما يحفظ القيمة التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية. أنا كممثل يعني سعيد جدا أني أنقل تاريخ من منطقتي، تاريخ من محافظتي لأبناء بلدتي. هذا شعور لا يوصف. أنا دوري في مشهدية احتراق القيصرية اللي الآن نعرضها في برامج ليالي القيصرية لهذا العام، أنقل لهم التاريخ وأنقل لهم كيف بدأت أمانة الأحساء بالتشييد لهذا المبنى أو لهذا السوق، لأن هذا السوق يعني يعتبر مردود الاقتصادي كبير على المنطقة وعلى المملكة العربية السعودية. وإحنا تطرقنا في هذا المشهدية عن احتراق القيصرية بالذات، ننقل الصورة للناس اللي ما يعرفون عن القيصرية، لأن في ناس كثير لم يواكب هذا الحدث. يعد سوق القيصرية أكبر سوق بمنطقة الخليج العربي في حينه، وتقدر المساحة الإجمالية بحوالي 7000 متر مربع، ويضم 420 حانوتة. سوق القيصرية لها ارتباط بالذاكرة المحلية وبالإرث الاجتماعي والثقافة الأحسائية، ومع تعاقد الأجيال ما انحصرت روح السوق المعمارية والتقليدية بمبناه وفقط، بل احتفت أمانة الأحساء بالسوق وبتفعيله. سوق القيصرية كان ولا زال أيقونة الأحساء التاريخية. البتول الشهري، سيدتي الأحساء.